يعني خلينا نقول ان احنا المهرجان بيخلص خلاص، شفنا دورة اولى طموحة جدا عادة بالنسبة لمعظم المهرجانات تحديدا، مهرجانات ذات التيمة او ذات الاهتمام الجغرافي وما بتحصل في البلد خارج حدود الاهتمام الجغرافي. يعني مهرجان السينما العربية في الولايات المتحدة خلينا نقول عادة بتفترض انه يعني بيبقى حدث اصغر من كده بكتير تحديدا في البدايات. لا احنا نشوف الدورة طموحة جدا بس عدد الضيوف والناس اللي موجودة انشطة. انا نفسي قبل ما اجي ما كنتش متوقع الحلم ده بشكل واقعي. ايه اللي ممكن المهرجان يفيده خلق تواصل؟ انا شايف انه ممكن مفيد على الاوجه كتير جدا. احنا تقريبا في امريكا غير تخلو من اعتقد ممكن لاتين امريكا عندها مهرجان او مهرجانين للسينما العربية في بعض الدول، بس الولايات المتحدة المشهد العربي فيها مش موجود. محتاج طاقة تفتح للمساحة دي. يعني خلينا نقول انه مش سهل بس ما بقاش صعب زي الزمن كمان. خلينا نقول ان المشهد نفسه اتغير دلوقتي بالعكس. لا سهل جدا ان انت تعمل فيلم ناجح باسمك. ممكن يعني يمكن لو بنصح الجيل الجديد اللي انا شايف ان هو فيه تالنتس كتير جدا مبهرة بالنسبة لي انهم يكونوا جديد ان انا بقول ان انا جيل قديم وعجزت وانا مش حاببها بس يعني مشكلة. بس لا يعني اهم حاجة بالنسبة لي يعني الجيل ده محتاج ان الحاجات يعني تتعامل شوية بشكل اكثر شوية. يمكن انا شايف ان التسهيلات الكتير اللي بقت قدام الصناعة عشان يعملوا افلام بقت على مستوى التكنولوجي بقوا في نسيان لاصل السينما شوية، في نسيان لاصل الحدوتة. انت بتحكي الحدوتة ازاي؟ الاهتمام بالكاميرا موفمنت بالكالرينج بالتكنيك اللي احيانا مش متماشي مع الحديثه اللي انت بتحكيها لمجرد انه بقى سهل. الخيارات اللي كان زمان واحنا كنا بنعمل افلام 35 مللي كان كل قرار من دول لازم تبقى حريص جدا وانت بتعمله وانت تفكر فيها يحصل ازاي. الميزانيه واللي دلوقتي بقى سهل التنفيذ واحيانا مجاني بالنسبه للصناع. انا شايف ان ده ضايق الجيل الجديد. في اول نصيحه فكر زي ما تكون تعمل فيلمك ايام ال 35 مللي بالشكل التقيل للصناعه، لان ده اللي هيديك ده اللي هيخليك تركز في حدوتك مش في التكنيك.